يقع متحف التراث الأردني في كلية الآثار في جامعة اليرموك، ويقدم خدماته المتعددة لطلبة الكلية والمجتمع المحلي من زيارة ولوحات ومعارض فنية عديدة. نتابع معنا التقرير التالي من إربد. متحف التراث الأردني جزء من كليات الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، يقدم نشاطات كثيرة للمجتمع المحلي وللطلبة وللباحثين والزوار من معارض ومحاضرات وزيارات، باعتباره مكملاً لدور علماء الآثار والأنثروبولوجيا من أعمال تساعد في تفسير تاريخ الأردن. يقوم هذا المتحف بتقديم 3 قاعات أو 4 قاعات رئيسية. بالدرجة الأولى يقوم يعني باستعراض المخلفات الحضارية التي وجدت في الأردن منذ أقدم العصور، وهناك في القاعة الأولى هي المجتمعات البدائية ومجتمعات الجمع والصيد، ويقوم الزائر باستعراض ما عثر عليه في أرض الأردن، وثم ننتقل إلى يعني تكوين المجتمعات بأنواعها وخاصة مجتمعات دويلات المدن. تحوي القاعة الرئيسية معروضات توضح ملامح التاريخ الاجتماعي منذ أقدم العصور، ابتداء بمجتمعات الجمع والصيد ومجتمعات القرى الزراعية ومجتمعات الرعاة والبداوة المبكرة وعلاقات الشرق بالغرب والأردن كجزء من العالم الإسلامي، إضافة إلى التمثيل لبعض الحرف التقليدية والبيت الريفي، وصولاً إلى ساحة المتحف واستكمالاً للدور الريادي لمتحف التراث الأردني ولتوثيق تراث الأردن الحضاري. تم استحداث قاعة للمسكوكات. لبرنامج من نوفينا، براء أبو همام.